ميزه عيش التورتيلا ده ان هو سريع جدا وما بيحتاجش ان هو يخمر او حاجه، هو مش داخل له خميره وبشتغل بيه على طول، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. نبتدي نشوف مقاديري ايه، احطها معايا في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاملاه ليه مدخله فيه دقيق اسمر؟ لان الدقيق الاسمر ده دقيق صحي جدا، والفوائد كلها في دقيق في القمح الكامل. يعني الابيض ده بيتشال منه القشره اللي بره، والقشره دي هي اللي فيها الفيتامينز كلها حوالي، والمعادن حوالي 3.5 مرات عن الموجوده في الدقيق الابيض. اوكي نقربها. انا هبتدي ان انا اضيف كل المكونات بتاعتي على بعضها. نزلت الدقيق الابيض والدقيق الاسمر. طبعا اللي عايز يعمله كله بدقيق ابيض مفيش مشكله، بس احنا عايزين نحاول نخليه صحي اكتر. وهنزل رشه ملح، انا نزلت معلقه السكر، وهنزل الزيت بتاعي، وطبعا الميه هاخدها بقى بالتدريج كده. هبتدي ان انا انزل. انا بس عايزه ادفي شويه ميه صغيره هنا عشان استعمل. نقول سريعا انا حطيت ايه هنا في العجان معايا. حطيت كوبايه من الدقيق الابيض، ونص كوبايه او 3/4 كوبايه من الدقيق الاسمر، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر، معلقتين صغيرين من الزيت. مفيش خميره يا جماعه، ده احنا هنشتغل بيه على طول دلوقتي. عايزه اقول حاجه كمان، زي ما قلنا لو عايزينه يبقى ابيض اوكي، لو انا عايزه اقلل نسبه الدقيق الاسمر اخليها مثلا 1/4 كوبايه برضو ينفع، بس مش هينفع ازودها عن 1:1. يعني لو حطيت كوبايه اسمر وكوبايه ابيض دي اقصى حاجه اقدر ازودها. لو زودت الاسمر اكتر من كده العجينه مش هتشتغل معايا، لان اللي هو فيه جلوتين اكتر، والعجينه بقدر ان انا اشكلها بالدقيق الابيض، فما ينفعش ان انا اطلعها بدقيق اسمر بس. دي حاجه مهمه. ابتدي اشوف الميه. المياه دفيت يا محمد بعد اذنك. عايزه حبه كده على حبه كده في بوله، وابتدي ان انا احطهم بالتدريج. بس اعجن دول مع الزيت على ما نجيب المياه، ونشوف احنا هننزلها ازاي. ابتدي ان انا زي ما قلت لكم من نص كوبايه لكوبايه الا ربع على حسب الدقيق بتاعي. والعجينه دي بتبقى عجينه مش لزجة قوي ولا ناشفة قوي، بتبقى عجينة ما بين البنين كده، بتبقى ناعمة كده معايا عشان اقدر ان انا اشتغل بيها. وهنشوف قوامها دلوقتي وهنشتغل بيها برضه. حط بالتدريج بس. هعلي شوية العجان. وطبعا اي حاجة في الدنيا انا بشتغل بيها بعجنها يبقى جنبي سايل زيادة اللي هو المية، ويبقى جنبي دقيق زيادة تحسبا نزل مني شوية مية زيادة، فأرجع أظبط العجينة بتاعتي ما تبقاش باظت بشوية دقيق كمان. أعلي السرعة شوية. كده بالراحة، انتوا لو شايفين أنا بنزل المية معلقة معلقة عشان ما تنزلش مني زيادة مرة واحدة. هعلي بقى. طبعا لازم اسيبها تتعجن حبة حلوين قوي عشان العجينة تبقى ايه واخدة راحتها معايا، والجلوتين بتاعها ابتدى يشتغل. مستنيين كل تليفوناتكم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، محمول 1720، الرقم الارضي 0900 9720، والرقم الدولي لو حد عايز يكلمنا من اي حته يشرفنا. هعلي بقى العجان. معلش لازم بس نسيبها على الاقل كده 6-8 دقايق تتعجن حلو، وهرجع امسكها بايدي اشوف ملمسها عامل ازاي، ملزقه في ايدي فهي محتاجه شويه دقيق، ولا ناشفه فهي محتاجه شويه ميه، بس هي شكلها هتبقى محتاجه رشه دقيق. هقلل بس واشوفها. هديها طبعا رشه دقيق، عشان كده بقول لكم لازم يبقى جنبنا شويه من الدقيق. رشه بس معلقه كده تلم معايا، ونرجع نظبط الدنيا.
بالراحة على الهادي بس الدقيق يختلط، وبعدين اعلي السرعة تاني. عيش التورتيلا ده انا ممكن استخدمه في حاجات كتير قوي، مش شرط فاهيتا. انا ممكن ابقى جعانه وما عنديش عيش في البيت، فاقوم شويه دقيقه اعجنهم بشويه ميه، رشه ملح وسكر وزيت، كل مكونات في بيوتنا كلنا، ابقى عملت عيش وطعمه لطيف جدا. اديله رشه دقيق كمان بالراحه، معلقه كمان، نرجع نعجن. الأكلة دي من الأكلات السهلة والسريعة، أي حد يقدر يحضرها، مش محتاجة أن أنا أتبل حاجة قبلها بيوم أو حاجة. من الأكلات اللي بتنفع ناس كتير قوي وستات كتيرة قوي ما بتحبش تقف في البيت في المطبخ فترة طويلة، فالأكلة دي سريعة جدا يعني. يعني بقى العجين، تبتدي العجينة تلم معايا والعجين ينضف كده، تبقى العجينة ظبطت. ما عملتش كده هديها رش الدقيق كمان، بس انا عايزاها فيها سنة لزوجة بسيطة، لان انا هرش دقيق دلوقتي على رخامة معايا واشتغل. عجن، نقلل السرعة واشوفها وصلت لايه. لا محتاجة دقيق يعني. بصوا ايديا بقى، هي دي الاحساس بتاعي، مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، على الهادي الاول. تقريبا احنا زودنا كده حوالي 3 معالق دقيق كبيرة عشان بس العجينة تربط. علي السرعة، وهرجع اختبرها تاني. انا متعمدة ان اعملها كلها قدامكم على الهوا عشان تشوفوا الموضوع بسيط قد ايه. يعني لو حد ما عجنش قبل كده، لا سهل جدا ان هو يعجن. انا هضيف رش الدقيق كمان، انا بدي بالراحة. ابتدي ان انا اعجنها على واحد. اخر حاجه معايا اشيل ده. نقول المقادير سريعا عشان لو حد لسه فاتح وبيشوفنا، احنا دلوقتي بنعجن عيش التورتيلا او التورتيه. سريعا قدامكم على الهوا، كوبايه من الدقيق الابيض، 3/4 كوبايه من الدقيق الاسمر، او ممكن يبقى كله دقيق ابيض، بس انا عايزاه يبقى مفيد اكتر. وجواه معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السكر، معلقتين صغيره من الزيت، كله بيتعجن بميه دافيه، وهبتدي اشتغل بيه قدامكم على طول. تقريبا هي كده كويسه، لان انا لسه هفرد دقيق قدامي على الرخامه وابتدي اشتغل بيها. ده اهم حاجه، لازم دقيق، مش هينفع زيت، لان انا عايزه العجينه تمسك نفسها معايا. وببتدي ان انا اي بقى طاسه او صينيه عندي في البيت تكون حاجه غير لاصقه، هي دي اللي هبتدي ان اعمل فيها عيش التورتيلا بتاعي. هاخد حبه من العجين كده، زي ما انتم شايفين هي بتلزق في ايدي شويه، بس ايدي بتخرج نظيفه، مش بتلزق كتير زياده عن اللزوم. هبتدي ناخد كوره كده علشان ابدا باول قطعه، اكورها اوكي، واحطها برده رش الدقيق من فوق، واجيب الفراده بتاعتي ابتدي ان انا. اهم حاجه بقى ان انا عايزاه رفيع جدا، ان العيش ده بيرجع بحطه على النار بيتخن معايا قوي. رفع، فدي اهم خطوه، هيرجع يتخن معايا على النار، فانا عايزه ابذل بس مجهود شويه ان انا اخليه رقيق قوي، علشان اما يتخن يتخن ايه 2-3 مللي كمان، ما يبقاش اوفر معايا ويبقى باكل حاجه تخينه كده. افرد كده الشكل بقى. انا عندي حل من الاتنين، يا بجيب دلوقتي طبق
وهبتدي النقطة بحاجة مدورة علشان تبقى عناية مرتاحة والدنيا فيها سيمترية كده والمقاسات قد بعضها، يعني يبقى الموضوع منظم أكتر. هفتح بس على النور علشان أسخن الطاسة دي، زي ما قلنا طاسة غير لاصقة، وهبتدي إن أنا هشتغل عليها. هوريكم دلوقتي، أتأكد بس إن هو مرتاح كويس، أو مفكوك وكله تمام. يا هقطع دلوقتي يا إلا هسويه وبعدين أرجع أقطعه. هوريكم الفرق ما بين الاتنين، أنا عاملة واحد قطعته قبل الهواء وواحد تاني اتقطع قبل بعد ما استوى. معايا تليفون أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. ألو طفل، أنا أحمد. إزيك يا أحمد؟ ألو ألو، إزيك يا أحمد؟ كويس. أخبارك إيه؟ الحمد لله. إيه رأيك في الفاهيتة؟ بتحب الفاهيتة؟ طيب كويس جدا. حلوة. بس تشوف لي العين دي. طيب حلو. إيه رأيك في البرنامج عامة يا أحمد؟ حلو. أنت بتحب تتفرج على برامج الأكل؟ آه. بتعرف تطبخ؟ اه. قولي انت بتروح مدرسة ولا حضانة؟ بروح مدرسة. عندكم حصص بتعملوا فيها كوكينج، طبخ وحاجات كده؟ اه. طيب احنا عندنا هنا زميلتنا سهى يوم الخميس بتجيب اطفال معاها، فلو حابب تشارك معانا سيب رقمك يا احمد. ماشي. نورتني يا حبيبي. ماشي. باي باي. انت شغل دي اوكي. تسخن بس معايا، هبتدي ان انا احط رغيف العيش اللي شفناه دلوقتي وهوريه لكم كمان بيطلع عامل ازاي. شوفوا في ايدي بس عشان ارجع اوريكم العيش اللي جاهز. معايا ده بعد ما استوى، لو الكاميرا جايبه معايا عيش التورتيلا اهو. انا ده قطعته بعد ما سويته، وده عملته بالدقيق الابيض كله، يعني حبيت اوريكم برضو الابيض واوريكم اللي داخل فيه دقيق القمح الكامل. نشتغل دلوقتي. محتاجه تسخن بس النار سنه كمان، وابتدي ان انا انزل عليها رغيف العيش بتاعي. طبعا انا ليه قطعته بعد ما استوى؟ لان الشكل بيبقى احلى، يعني انا لما باجي انقله حتى هي طبعا على قد ما نقدر ان الشكل بيبقى مظبوط، بس لما بيتقطع زي ما قلت لكم بيبقى الشكل عامل زي المطاعم كده، احنا عايزين نقلد كل حاجه بناكلها في المطاعم ونقدم اطباق شكلها يفتح النفس زي ما بننزل ناكل في اي مطعم وننبهر كده بالاكل. لا احنا عايزين يبقى الكلام ده كمان في بيوتنا وبطريقه سهله وبسيطه. والله دي اول حاجه معايا هنطلعها. الأكلة الفاهيتة دي احنا بيتقدم معاها ايه تاني في معظم المطاعم؟ بيتقدم معاها غموس كده لونه اخضر، ده الغموس ده مكسيكي اسمه جواكامولي. ايه الجواكامولي ده؟ الاساس فيه ثمرة الافوكادو. الافوكادو مش معتادين ان احنا نستعمله في مطبخنا كتير الصراحة، وسعره غالي. ايوة انا عارفة، بس انا هجيب منه ثمرة واحدة. الثمرة دي هتبقى تكلفتها تقريبا 10 جنيه، فوايده بقى عالية جدا. الدهون اللي فيه مفيدة ومش ضارة، مليان مضادات اكسدة وكمية من الحديد هايلة، فحلو قوي ان انا لو ولادي عجبهم طعمه اضيفه لهم في وسط الاكل. يعني حاجة زي كده غموس زي ده ما يتفرد على عيش التورتيلا هيبقى مفيد قوي. لسه هي المفروض بقى ان انا ابتدي الفها معايا مدام هيام على التليفون. ازيك يا مدام هيام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام هيام؟ اهلا بيكي يا مدام سموح، منورانا بتليفونك يا حبيبتي. حبيبه قلبي الف الف مبروك انك حضرتك نورتي قناه الحياه. ربنا يخليك يا مدام هيام، منوره بالمشاهدين الجمال واهل اسكندريه. حبيبه قلبي ده انت شيف مميزه وما شاء الله على شطارتك يا مدام سموح. يا مدام هيام ربنا يكرمك. انا بجد فرحانه جدا جدا، واشكر قناه الحياه وبشكر كل القائمين، لان قناه الحياه هي الاولى. نمره واحد في مصر. بجد انا فرحانه جدا اني كلمت حضرتك. ربنا يخليكي وربنا يخليكي، وانت بجد تستاهلي كل خير يا مدام سماح. ربنا يسعدك يا مدام هيام. اشكرك يا حبيبه قلبي. ربنا يسعدك. وبصراحه انت كلك شطاره وكلك مهاره وحاجه جميله. ربنا وعايزين يخليكي. وعايزين بقى نشوف بقى الحاجات الحلوه بتاعتك دي كلها. هنشوف كله باذن الله يا مدام هيام على مدار الحلقات. يا مدام سماح شكرا لحضرتك. ربنا يخليكي، نورتيني بتليفونك يا مدام هيام. تسلمي لي.
لسه ما نشفش، هو وانس انه بينشف اقعد الف فيه يبتدي يفصل عن الطاسه، بس هي درجه الحراره احنا ما فتحناهاش بدري فبطيئه شويه. اول ما يطلع معايا هوريكم برده شكله عشان ما اضيعش وقت كتير في ان انا اقلب العيش. زي ما وريتكم الكاميرا تقرب بعد اذنكم معايا تاني، هيطلع بالشكل ده وهوريه لكم برده، بس النور تشد حيلها شويه. اهي ده كده شكل عيش التورتيلا. ينفع قوي ان انا اخزن العيش في الفريزر، اعمل كميه مره واحده واخزنها في الفريزر. المقدار اللي انا عامله لكم ده على الشاشه بيطلع لي حوالي 8 او 10 ترغفه من المقاس اللي انتم شايفينه ده. وفرت كتير جدا، العيش ده في السوبر ماركت سعره بيبقى حوالي 40 جنيه، فانا كده وفرت كتير قوي. معايا مدام كريمه من اسكندريه، اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مدام كريمه؟ حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، واهلا بيكي وكل اهل اسكندريه. ربنا يخليكي، ايه الجمال ده النهارده ما شاء الله عليكي، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك لك يا مدام كريمه، ربنا يبارك لك. انا بس قلبت العيش يا جماعه ومنوراني يا مدام كريمه. بتحبي تاكلي فاهيتا؟ اه طبعا يا قمر، وبعدين انا متعوده من بتعملي لنا كنت حاجات جميله جدا والله، ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك يا مدام كريمه. اني بجد انت يعني من الشيفات الحلوين المميزين دايما، كمان اللي بيهتموا بالاطفال وخصوصا بالاكلات بتاعتهم دايما الصحيه. ما هي الوجبه النهارده كلها صحيه على فكره، على قد ما نقدر يعني، سعراتها قليله قوي. ميرسي يا مدام كريمه. انا كنت طالبه بقى منك حاجه، يا ريت لو حضرتك تعمل لنا يوم كده مخصص للكب كيك، بس يا ريت يكون بقى حلو وحادق يعني. من عناي من عناي، اوعدك ان شاء الله حلقه قريبه جدا نعمل كب كيك حادق وحلو وكل حاجه عشان خاطر يوسف. تسلمي لي يا مدام كريمه، وميرسي ليكوا واهل اسكندريه كلهم. هبتدي ان انا اقلب العيش بتاعي، هي الطاسه كده ابتدت تسخن، ما بياخدش وقت ان هو ينشف معايا. دي اول حاجه. ممكن برضو نجهز واحد تاني سريعا، ده هيطلع اوريكوا واحد تاني نجهزه عشان نبقى خلصنا العيش خالص كده. افرده بقى رقيق خالص معايا، اهم حاجه شايفين القمح الكامل في العيش عامل لون بني كده، ده الدقيق الاسمر. بجيبه من السوبر ماركت، بيبقى كيس كده بجيبه من السوبر ماركت بيبقى بالكيلو. ابتدي افرد رقيق قوي، هقلبه بس الناحيه الثانيه برده لانه عايزاه بياخد نقط بني كده، يبقى ظبط معايا. واطلعه ونبتدي اوريكم انا قصيته ازاي برده عشان الشكل تبقوا شايفينه قدامكم. لا لسه شويه، هوريه لكم قدامكم عامل ازاي. افرد رقيق كده. دي كانت اول حاجه معايا عيش التورتيلا، بس لازم اقطعه قدامكم برده عشان تبقوا شايفين كل حاجه. الوصفه الثانيه احنا عاملين ايه؟ زي ما قلنا بيتقدم مع الفاهيتا طبق كده بيبقى فيه خس كابوتشا وجبنه تشادر مبشوره وساور كريم. لو ما عنديش ساور كريم ممكن استبدلها بزبادي، ويفضل انه يبقى لايت بقى عشان الدنيا كلها تبقى سعرات اقل. وهقدم معاه الجواكامولي اللي هو غموس الجواكامولي، وهقدم معاه سلطه مكسيكيه اللي هي من الطماطم. هبدا بالطماطم الاول على ما العيش ده ياخد وقته، بس هو انتوا لو محميين النار جامد قوي الطاسه كده مش هياخد مني دقيقه. طيب احنا ممكن ناخد فاصل نطلع ده، بس اوريكم برده قبل ما نطلع فاصل ان العيش ابتدى عمل اهو نقط بني. لو الكاميرا مقربه معايا النقط البني دي اهي، هيبتدي كله يعمل بقى كده. خلاص ابقى اتاكدت ان هو استوى، ابتدي اطلعه واشكله الشكل اللي انا عايزاه.